قال تعالى إنما الله إله واحد إنما أداة حصر، فكأنها أعرضت عما سبق مما قالوه من عقيدة التثليث إنما الله إله واحد، ففيه رد على النصارى أو على طائفة من النصارى القائلة بأن الله ثالث ثلاثة، وهو في زعمهم الله وعيسى عليه السلام وأمه. وقد قال عز وجل مكفرا لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهناك طائفة أخرى زعمت في عيسى عليه السلام أنه هو الله، ولذا قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وطائفة ثالثة زعمت بأن عيسى ابن لله، وقالت النصارى المسيح ابن الله.